مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين في حلقتنا النهاردة. ومعانا منورنا النهاردة شيف علاء فليب في حلقتنا من برنامج سوبر كيدز. أهلا بحضرتك، أهلا بك يا صباح حبيبي، الخير. صباح النور. طبعا حضرتك أول مرة معانا في البرنامج، إن احنا شاء الله. استضفنا شيفات كتير وكانوا بيقدموا نصايح للأطفال وأولياء الأمور المتابعين لنا. فطبعا في البداية عاوزين حضرتك تكلمنا عن نفسك الأول نبذة مختصرة. يعني يعني أنا شيف، يعني بقالي حوالي 25 سنة في الشغلانة دي، يعني ما شاء الله، في فترة فيها شوية، مع ان يعني حضرتك شكلك صغير في السن. يعني مش قوي يعني. فيعني الحمد لله، يعني وسافرت بلاد شوية كتير كده، وخدت دورات حتى بره، يعني خدت دورات إدارة وشفت في السعودية، وخدت دورة في يعني في الإمارات، يعني سافرت كام يعني دولة كده هتفيدنا النهاردة يعني، وايه هتقول لنا كل حاجة في مستخبية الأكل، عليها. يعني الحمد لله، يعني كده ان شاء لفينا الله شوية في الأكل والوجبات برضو، يعني كل حاجة تخص طبعا المطاعم والأكلات حلو جدا. طب بما ان حضرتك بقى لفيت العالم وعرفته مش بقالك قوي، خمسة مش وعشرين عالم سنة قوي يعني. يبقى لازم تعرفنا تكات في الأكل المصري. في حاجات كده بسيطة يقول لك ايه، مثلا الرز، الملوخية، الأكل المصري، ما هو الكشري، معروف، الحاجات دي بيبقى ليها تكات الأمهات عاوزة تعرفها. يعني بيجي الأطفال مثلا يقول لك أنا عاوز أكل كذا من بره، فماما لا هعمله في البيت. طب هو طعمه مش زي بره ليه؟ عايزين نعرف بقى تكات بسيطة كده هو يعني. ماشي موضوع اكل بره واكل في البيت ده في حاجه بسيطه، بس الناس ممكن ما ايوه تعرفها عرفنا حاجات، بقى بس اللي هو امكانيات مش اكتر، يعني امكانيات من ناحية امكانيات المطعم بيجهز كتير، يعني بمعدات، عنده شيف مثلا دارس او بقاله فتره في الملعب، لكن ست البيت ممكن تكون عملت مره مرتين، فممكن يعني ما يطلعش مظبوط زي الاكل برضو لفة الشفاة دي عارفاها. عرفنا تكات في الأكل المصري. لا يا فندم، هو على فكره يعني الكشري دي اسهل ممكن، بس يعني بيبقى في تكات في الأكل كده أكيد حضرتك عارف، لا يعني لا لا تصدق، بيبقى في تكات في الأكل يقول لك إيه، مثلا الشيف ده عنده تكاية كده، حاجة سر بتخلي الطعم حاجة. طبعا أنتوا بتمتنعوا إن أنتوا تقولوا ده، لا ليه ليه فعاوزين ليه الحاجات اللي هي الشعبية بمعنى أصح. لا 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 مفيش مشاكل. ليه؟ لان ده عندك اللي يعني الاصناف اللي يعني دلوقتي ابتدى البرجر يتعمل في البيت عامه، يعني ابتدت الفراخ البروست تتعمل في البيت، اللي هو كان بتسمى من اصعب الاكلات الفراخ البروست، بس هي لو بصيتي لها هتلاقيها اسهل جدا من حاجات كتير. البيتزا دلوقتي بتتعمل في البيت، ده برضو البيتزا بقى كل الاكلات ايه سر العجينة بتاعت البيتزا؟ ما بصي في دلوقتي حاجات ماشيه دلوقتي، الايطالي والامريكي بتفرق حاجات سمك العجينه نفسها، يعني لا ساعات كده نلاقي العجينة بتاعت البيت ناشفة، عجينة المطعم تلاقيها ماشي، ما ده اللي بقولك عليه، اللي هو خبرات اكتر وهم عنده معدات يعني اكتر مش هتقول لنا يعني. لا لا ليه بالعكس، ليه الايطالي بتبقى رفيعه عامه، يعني ما بتاخدش مكونات كتير، يعني اصلا بتبقى زيت زيتون وخميره وسنه سكر وزيت، يعني يعني هو الموضوع كله في سمك العجينة عامل ازاي، او فده الامريكيه بتبقى تخينه طبعا، بتاخد مكونات اكتر، يعني عشان بتبقى ممكن في ساعات بتطلعها هشه كده، بتبقى حاجات فيها. طب بما ان احنا متابعينا الاكتر اولياء امور واطفال، عاوزين نصايح لتقديم الاكل للاطفال. يعني اطفال في اكل كتير مفيد الاطفال مش بتحبه، دايما بيتجهوا للحاجات الخفيفه البسيطه تكوي من بره، لكن اكل البيت بقى اللي هو بيبقى فيه فوائد الحاجات الطبيعيه، الخضار. في طبعا احنا عارفين ان الاطفال طبعا اكيد طبعا دلوقتي، فايه طرق بقى تقديم، ندخل الاكل ده ازاي، يحبوه ازاي. الاطفال المشكله ان هو عندهم المطعم ساعات بيعمل حاجات كده تجذب الاطفال شويه، يعني بالظبط ده بقى اللي انا بتكلم فيه، احنا بقى يعني نجذب. انه ممكن ست البيت يعني لو شاطره يعني تطلع اكل احسن من بره، يعني مش هقول لك خصوصا في حاجات معينه زي البرجر ده، مش محتاج اي حاجه تتعمل يعني خالص، يعني هي اللحمه وهتعملها وتكبسها، يعني لو في المكابس بتتباع دلوقتي بيسهل الدنيا خالص، يعني مكبس البرجر ده واللي ناجتس في الحاجات الاطفال هي الفراخ البروست والاستريبسات دي بتعمل في البيت، مش محتاج برضه حاجات معدات ممكن كتيره، تتعمل بطريقة صحية. ف طبعا يعني احنا معانا صور لحضرتك، هي هتنزل دلوقتي. ده كلاكيت، ده مطعم ده كلاكيت ده في بيتزا. جسر السويس، بيتزا، وانا سألت في البيتزا وما استفدتش ده بالعكس بصراحة. ده مطعم كلاكيت ده في جسر السويس لسه فاتح جديد، بس عامل ضجة كبيرة يعني في جسر السويس، عند متر النزهة بالظبط، يعني فده يا ريت الناس على فكرة تروح،
مش عارف في ناس هنا متابعينا لازم هيروحوا لان اكترهم اصلا قريبين من المنطقه. في ناس يعني ما بتحبش تغير عن المطاعم بتروحها بالظبط. انا ايوه دي نقطه كويسه ان انت جبتني ليها نقطه بقى، ان انا مثلا لما بحب مطعم ما بحبش اغيره غير بقى بعد فين لو جربت ده حاجه ما كده دي مش ليه ده بقى. ده مشكله الناس ممكن بتكون يعني خلاص انا خدت عليه ده خلاص مش مشكله بقى، ولا بيكون هما بيجذبونا بطرق بقى لا لا معينه ما هو خلاص على فكره ليهم. اللي اتشهر ده مش ما بيعملش حاجه تاني. صح، هو انت عندك حق فعلا في الموضوع ده. وطول ما انشهر ما بيعملش حاجه تاني خلاص يعني. هو طب مع ان بالعكس اللي بيبقى بادئ جديد ده بيطلع حاجات افتكاسات جديده وحاجات اشكال جديده واكل جديد يعني كده كده بيعمل بيتزا وفطير يعني مش عايز اقول لك يعني حاجه جميله جدا يعني، بس هو لسه فاتح جديد و لازم نجربه ان شاء الله يا ان فندم. شاء الله. وفيعني يعني محترم بس هو لا مش شرط يعني، في مطاعم كتيره المفروض الناس تجرب يعني تغير يعني، مش شرط انا جيت عند حد معين ليه طيب ما اجرب الجديد ممكن يكون ايوه عنده حاجه فعلا احسن. في مطاعم كمان بسيطه جدا وبنلاقيها بتطلع حاجات يعني. اه طبعا ده في شيفات اللي هم اللزاز دول بتوع وسط البلد والناس دي بتعمل حاجات بس يعني ممكن ما يكونش عندهم امكانيات للمطاعم الكبيره عرفني والحاجات بقى دي. ايه ده بقى؟ ده ده كريب؟ ده كريب. اه ده كريب، ده كريب طبعا بنعمله هناك في المطعم بس بس كريب. يعني اه كريب طبعا متوصيين بيه شويه. لا والله هو كده يعني بيطلع كده على طول يعني. ده معانا برضو اه ما كريب. هو على طول كده يعني ما فيش يعني الحمد لله يعني المطعم ربنا يسهل كده ويكون ليه ده مستقبل كبير تخصص يعني. المطعم صح كده؟ اه تخصص كبدايته اه وحاجات زي كده. طيب حضرتك قلت لي عاوزك تقولي لي بقى كده شوية عن الكورة، وانا ما اعرفش ايه علاقة الكورة بان يا حضرتك سلام شيف. دايما بحس الشيفات بيبقوا دايما مشغولين ده في طبعا الشغل في المطبخ، ليه ما ليه بشوفش ده انا موضوع ساعات الكورة. انا بباك في المحلات وبغيب عشان خاطر ماتشات الزمالك ده. يا الواحد سلام. الواحد دمه ابيض يعني من حضرتك الزمالك. اهلاوي؟ لا اه زملكاوي ما طبعا هو نفس حتى اللون. دمنا ابيض يعني احنا في الكوره دي ما مش الحمد لله احنا بنكسب بعرقنا يعني مش بعرق يعني من حاجات غير ما ندخل في تفاصيل. لا حضرتك زملكاوي؟ اكيد طبعا يعني اه. حاجه ايه بقى علاقة المطبخ بالكورة؟ ما احنا ايه بنعمل فن والزمالك فن وهندسه يعني. بص في الكنترول بيقولوا لي ما هو لسه متعادلين امبارح. طب ايه المشكله يعني؟ طيب طب ايه وكل يعني الناس انت هتقول احنا بنكسب بتتعادل بشرفنا احسن ما نكسب من غير بعرق بقى ما ندخل حد في تاني تفاصيل. يعني انا بتكلم في حتة بقى تانية، لما مثلا بيجي في معايا ضيف شيف بنجهز السكريبت عن المطبخ، لكن اول مرة حد يقول لي عن المطبخ والكورة، طب ايه فعشان كده لا انا لا استغربت. ف هم الزملكاوية دايما فنانين يعني بجد طبعا لا في برضو شيفات كتير اهلاويه طبعا بس صح ولا هتلاقي ايه؟ كل الناس الطبقة السكرات كده تلاقيها زملكاوية يعني. مش اي حد يستحق الزمالك يعني كده مش اي حد يبقى زملكاوي صعب جدا ان اي حد يبقى زملكاوي. تحية لكل الزملكاويه وكل الاهلاويه الاثنين مع بعض. واحنا مالناش دعوة احنا بالناس دي بقى لا الاهلاويه الاهلاوية دول والزملكاويه. خليهم بعيد عننا احنا طب حضرتك حابب تكلمنا عن اي حاجه تاني في مجال المطبخ؟ حابب تدي نصايح لاولياء الامور او مشاهدينا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي؟ اه يا ريت. بس يعني الاطفال الصغيره اللي كانوا العسلات اللي معاكم دول بصراحه لذيذ جدا يعني احنا لازم نعمل لهم حلقه ويقفوا مع حضرتك في المطبخ يا ونعمل ريت حاجات بجد للاطفال. يعني احنا ممكن نجي حلقه كامله بقى يا ريت ان شاء حلقه الله كامله باذن ونشوف الله. هم بيحبوا ايه وياكلوا ايه. هم اكيد يعني هياكلوا الاطفال بتحب البرجرات عامه يعني اه او البيتزا بالظبط. الحاجات اللي سمتهم او ليه الحاجات الناجتس والحاجات الخفيفه دلوقتي البروست والستريبس دول هم دلوقتي ابتدوا يتشهر حتى في البيت ابتدوا يعملوها دلوقتي اه والبطاطس الفارم فريست احنا الحاجات دي. معانا على فكرة نجوم وشيفات اطفال من اللي كانوا عايزين وعاملين فيديوهات، ولازم بقى نعمل حلقة نتكلم فيها عن الـ الاكل او اصناف الاكل اللي خاصة بالاطفال، وازاي نحببهم في الاكل اللي هم مش حابينه وطرق تقديم الاكل. لازم نعمل حلقة عن الموضوع ده. ما لا يا فندم احنا نشرف بالقناة ربنا والأطفال يخليك ان شاء الله. الأطفال الحلوين دول بصراحة يعني ربنا الغنية دي يخليك. يعني لذيذة جدا يعني. اه انجي حضرتك حابب توجه اي نصيحة لاي حد من اللي بيتفرجوا يا علينا ريت بس النهارده؟ يعني الناس يعني بدل قبل ما تروح للمطعم تبقى تشوف يعني تبقى واثقة فيه أكتر يعني بلاش الثقة الزيادة دي عشان الثقة الزيادة دي ممكن يعني بيكون وراها أشياء كتيرة يعني. فيا ريت تتأكدوا بنفسهم ويشوفوا طبع يعني الأكل يعني عشان في مطابخ بتبقى يعني وش من جوه صح فعلا غير اللي فعلا بره يعني. كلمتنا عن نقطة مهمة جدا ان فعلا لازم، بس هنعرف ازاي؟ لا 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 ما تستات يعني بس معلش في يعني الشيفات الشاطرة يعني بتطلع تيست عالي يعني
بيكون وراها يعني التوابل الحاجات دي بتطلع التيست عالي جدا يعني. فالمفروض يعني يعني يحاولوا يصل يعني يحاولوا يجربوا كذا مطعم ويشوفوا التستات الغريبة شوية أو النظام يعني. يعني أنا بقول لهم يعني بجد يعني اللي هو اللي بيروح لمكان واثق فيه يا ريت، مش هقول لك يا ريت بس ممكن يكون كويس برضه اكيد كويس، بس يعني يدوروا كتير برضه يعني يحاولوا يجربوا هو تاني. فعلا. ويمكن ده كان رد على سؤال ان ليه لما بنروح لمطعم بنحب ان احنا خلاص احنا معاه ما ما هو بنحبش في نغير. ناس بقول هو في طبعا كل المطاعم في كويس وفي الوحش في اي مجال عامة، بس يمكن ده كان رد على سؤال ان مثلا المطعم ده انا اتعودت عليه فانا مطمنه له وعارفه هو بيعمل ايه، صح ولا ايه؟ اكيد طبعا. ما في مطاعم على فكره برضه يعني في توكيلات كبيره ماشيه بنظام عالمي يعني ما بتغيروش يعني. يعني في تستات يعني مطاعم كبيره زي البروست الحاجات دي الزيت محطوط له ميعاد معين بيتغير فيه حاجات زي كده، حتى لو ما عملش الكميه المطلوبه منه بيغيره الزيت يعني. دي في مطاعم ماشيه كده. انا ده اللي اقصده ان في مطاعم ماشيه بسيستم كويس وبيتقوا ربنا عامه في الحاجه اللي بيقدموها للاطفال، وفي عكس سواء كده. الناس دلوقتي ابتدت ناس كتيرة جدا تتجه للمطاعم بدون بديم يعني مثلا ما تكونش مهنتها، ده سبب كبير يعني ممكن يكون بيخش في مجال ويفشل فيه ان هو ما يكونش متخصص في المجال النفسي. انا بشكر حضرتك جدا، وطبعا احنا استفدنا كتير منك جدا، يا فندم ولازم يكون لنا لقاء ان تاني شاء الله باذن ان شاء الله. الله يا فندم. حضرتك حابب تقول اي حاجه لا قبل يا ما فندم نختم؟ شكرا، انا بشكر حضرتك بشكر وبشكر البرنامج وبشكر الاطفال اللذاذ اللي كانوا مع حضرتك دول، ربنا وان يخليك. شاء الله اشكر قناه يعني قناه محترمه يعني وجيت فيها قبل كده يعني برضه يعني. اهلا بحضرتك في اي وقت، الله يخليك. وبشكرك جدا شيف علاء. مشاهدينا انتظرونا الفقره اللي جايه بعد الفاصل.